مدينة الحفاية المحرقة بشكل كامل، وأيضا الريف الحموي منها كفرنبودة وكورناج وأحيالين ولطمين ومورك، فلا يوجد لا وجود للنظام على الأرض بشكل كامل، حيث أنه يستخدم طائرات الميك ويستخدم طائرات الهليكوبتر لقصف المدن بشكل عام. أشكرك جزيلا، فالجيش الحر ما زال وصلت يسيطر. الفكرة. أشكرك جزيلا سيف الحموي مراسل شبكة شام، كنت معي من حماة.